تعرف إن التنفس العميق ممكن يحل مشاكل صحية كتير؟ وهيساعدك تمارس نشاطاتك اليومية من غير تعب. ده لأن التنفس العميق هيزود كمية الأكسجين اللي بتوصل لكل خلايا جسمك أثناء الحركة أو التمرين، وبالتالي مش هتتعب بسرعة من أقل مجهود تعمله. كل ده هتقدر تعمله باستخدام ريسبوفيت، اللي من خلاله هتقدر تمرن عضلات التنفس وتقويها، وهيخليك تقدر تتنفس بعمق على طول، وده فوائده كتير. زي إن ريسبوفيت هيساعدك تخس أسرع، لأن كمية الأكسجين في الدم هتزود معدل الحرق الداخلي لجسمك مع الحركة. أما لو أنت رياضي، ريسبوفيت هيحسن من أدائك، وهتقدر تحقق نتائج أحسن في السباقات والبطولات، لأنه هيتسبب في تأخير إفراز جسمك لحمض اللاكتيك اللي بيسبب لك ألم في العضلات بعد فترة من التمرين. وبما إن ضيق وصعوبة التنفس مشكلة كل ست حامل، التنفس العميق نتيجة استخدام ريسبوفيت هيساعدك تتنفسي أسهل، وده هيمدك أنتي والجنين بكمية أكبر من الأكسجين، وكمان هيقوي عضلات البطن ويزود مرونتها، وبالتالي هيسهل عملية الولادة. ومش بس كده، أنتي كمان ممكن تستخدميه قبل الحمل علشان تستعدي له كويس. أما في حالة كبار السن، ريسبوفيت هيحسن أداء الرئتين ويقلل ضيق التنفس وهيحسن النوم والمزاج العام. كمان ريسبوفيت هيكون حل مثالي للمطربين والعازفين، وخصوصاً عازفين آلات النفخ، لأنه هيقوي عضلات الجهاز التنفسي، فبالتالي هيحسنوا أدائهم. وبالنسبة لمرضى السكر اللي عادة بيعانوا من تنميل أو عدم إحساس في الإيدين والرجلين، وده بيرجع لعدم وصول دم وأكسجين للأطراف، باستخدام ريسبوفيت هتعلى لياقة عضلات الجهاز التنفسي ويقل استخدامها للأكسجين، وبالتالي هيوصل كمية أكبر من الدم والأكسجين للأطراف وتتحسن الدورة الدموية وهيقلل فرص الإصابة بالتقرحات. ريسبوفيت كمان بيلعب دور مهم مع مرضى الجهاز التنفسي زي ضيق الشعب الهوائية والربو، بس في الحالات دي لازم نستخدم ريسبوفيت تحت إشراف الطبيب. وبرضو ما ننساش إن ريسبوفيت للجميع. ريسبوفيت، اتنفس صح تعيش أصح.